إننا بحاجة إلى الارتباط بالله من أعماقنا، مو أنه خجلا أو دجلا أو روتينا أو وظيفة أو صورة. إذا ارتبطنا بالله هذا الارتباط، ومو معنى الإنسان المرتبط بالله أن لا يضحك أو لا يأكل أو لا ينام أو لا يعيش كسائر الناس. يقول في وصف الإمام أمير المؤمنين: الناشئ هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد ضرابه. مو معنى أنت من أهل الدنيا لكن قلبك مربوط بمكان آخر، أنت من أهل الدنيا وتأكل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كانوا يتزوجون وكانوا يعاشرون وكانوا يباشرون وكانوا بين الناس، وكانت أخلاقهم حسنة، أخذهم عطاؤهم حربهم سلمهم. وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتلوا مع الأنبياء والأنبياء قاتلوا أيضا. حتى أني رأيت في البحار في أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى أيضا قاتل وحارب، وأن هذه أكذوبة مسيحية أن عيسى لم يحارب ولم يقاتل. عيسى حارب وقاتل، روايات أكو في البحار في أحوال الأنبياء. الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يكون حاملا لرسالة الله وداعيا إلى الله أن يرتبط أولا بالله. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء وأنت أولى بالدواء، وتطيب المرضى وأنت سقيم. هذا شيء يصير؟ طبيب يداوي الناس وهو عليل، هذا شيء ما يصير. وفي الحقيقة أنا باعتقادي أن انحرافنا عن الله هو الذي سبب تسليط الأجانب علينا. وفي أي يوم اتصلنا بالله وارتبطنا بالله من جديد وسمعنا كلام الله في قلوبنا وفي أعمالنا، ذاك اليوم الله يرجع إلينا، يقول هؤلاء ما يعرفون الله، ما قدر الله حق قدره، وأنه شنو من قوة وشنو من قدرة وشنو من علم وشنو من إرادة وشنو من إمكانية وشنو من طاقة. لو كان الإنسان يعرف الله في الحقيقة ما ذهب إلى أي مكان إلا إلى الله. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة. يعني ترحم هذه العبرة يا رحم العبرات.